الحية فقط للدفاع عن حقوق الشعب الثاني الدرية والحرية. نتأمل من كل حريص على الوحدة الوطنية، كل حريص على سيادة لبنان، على أرض لبنان، على خلايا لبنان المقتولة بالبحر يكون معنا بشمال. نحن هدفنا فقط الحفاظ على حقوق لبنان الدرية والحرية. اليوم قال البروفيسور خليفة وقال المادر علي عم يسرقونا ميتنا، عم يبيعوها للعدو، مش حدا غيره، العدو بيعوها، وعلى الان عاملين انتصار وهمي. كل ما كان كل قوه نقدر نوقف بوجهه ونكون على 17 تشرين مره ثانيه. يعطيك العافيه.